إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان أخوات، أسعد الله مساءكم بالخير والبركات. مرحبا بكم جميعا في هذا البث الحي والمباشر، استعدادا كذلك لعروض وتخفيضات وكذلك هميزات ديال الغد إن شاء الله. مرحبا بالصغير والكبير، مرحبا بالغني والفقير، مرحبا باللي عنده اللي ما عندوش. كيف كتلاحظوا معنا الهشوار ديال 2000 واط، الهشوار ديال 2000 واط، الهشوار ديال 2000 واط جيرمان 3 يترو اللي فيه ضراب وفيه 12 موس 3 في جوج وفيه سباتول وفيه كاس ديال الزاج وكاس ديال الانوكس 3 يترو 180 درهم 3 يترو 180 درهم 3 يترو 180 درهم 3 يترو 180 درهم. كذلك بالنسبه لهذا البلندر 140 درهم 140 درهم 140 درهم 140 درهم 140 درهم 140 درهم 2800 ريال 140 درهم 2800 ريال 140 درهم 2800 ريال. هذا البلندر هذه 140 درهم. كذلك بالنسبه للطراب كله غدا ان شاء الله جميع الانواع جميع الاشكال 60 درهم 1200 ريال 60 درهم 1200 ريال 60 درهم ضراب 60 درهم ضراب 60 درهم. كذلك العجانه ديال 2 كيلو 120 درهم غدا ان شاء الله بحول الله 120 درهم. كذلك بالنسبه للبلندر 248 300 واط كاس عطريه وكاس العصير هذه 100 درهم 100 درهم. كذلك بالنسبه للمولينكس مولينكس 600 واط 5 فيتاس مولينكس الزاج وكاس العطريه الزاج كذلك 180 درهم 3600 ريال 180 درهم 3600 ريال 180 درهم 3600 ريال. كذلك بالنسبه للطحانه الكبيره ديال سويس لاين، الطحانه الكبيره ديال سويس لاين 500 درهم، الطحانه ديال المولينيت العطريه الكبيره 500 درهم سويس لاين 500 درهم 500 درهم 10000 ريال 500 درهم 10000 ريال 500 درهم 10000 ريال 500 درهم 10000 ريال. كذلك بالنسبه للعصاره، العصاره ديال لاماكوم، العصاره ديال لاماكوم 100 درهم هذه 110 درهم هذه 100 درهم هذه 110 درهم. يلا الاخوان كلشي كلشي بارطاجي مع السر. خويا حسن واش المسابقه هي اني نشارك الصفحه ديالك في الجروب؟ جاوبني عفاك غزلان انيقه باحترام، شاركي في جميع لي جروب. الثمن الثمن ديالاش 140 درهم اشم دوله السي حسن. انايا انت دائما جيرمان جود كاليتي سوبر بيست مارك 140 درهم 140 درهم. اعطينا لي مارك 140 درهم. يلا الاخوان على بركه الله ينطلق العداد. اعطيني بيس زيد اعطيني 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 اعطيني. يلا الاخوان كلشي بارطاجي معنا استعدادا كذلك الهوته ديال الغدا كذلك العروض ديال الغدا. اعطينا الهشوار ديال 5 يترو اعطينا الهشوار ديال 5 يترو الهشوار ديال 5 يترو اخر ما غنت مكلتهم في العروض غدا ان شاء الله عاوتاني كيف لاحظتوا معنا اليوم. هذا ديال 5 يترو هذا 5 يترو 5 لتر 5 يترو كيف كتلاحظ هنا 5 يترو 5 يترو فود جوج كيسان 5 يترو وجوج كيسان. هنا راه ما طحن راه ما طحن جوج كيسان كلهم ديال الانوكس جوج كيسان وكلهم ديال الانوكس 240 درهم جوج كيسان كلهم ديال الانوكس 240 درهم. الهشوار ديال 5 يترو جوج كيسان جوج كيسان جوج كيسان ديال الانوكس 240 درهم 5 يترو 5 يترو 5 يترو الا سوليكسيسور دارهم 5 يترو 5 يترو. انا لاحظ معايا جوج كيسان جوج ديال لي بول جوج ديال لي بول و5 يترو وضراب وفوا دو 240 درهم 240 درهم 240 درهم. زين الاخوان كلشي 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 غدا ان شاء الله الهوتة عاوتاني مع الصباح الهوتة ديال بصح مع الصباح كيف العادة وكيف ديما. ومرحبا بكم حسن الحيحي والله تيبرعكم خصوصا في هاد في هاد الويكند هذا وفي العرض اللي غادي نقدمه لكم غدا اكيد من العروض الرائعة ديالنا ومن الهميزات الرائعة ديالنا. فكنتمنى من الجميع استفد معنا كذلك يوم غد. الناس اللي مازال ما استفدوش فيها كنقول لكم 9 الصباح كالعاده يا ساده بزاف ديال الامور اللي غادي نعرضهم بزاف ديال السلع اللي غادي نعرضهم تلبيه لطلب بعض الزبناء والزبونات. اذا مرحبا بك الاخ الكريم الاخت الكريمه على بركه الله. كذلك هذا ضرب كوكين كوكينغ 60 درهم 1200 ريال 60 درهم 1200 ريال
60 درهم 12% غدا مع الصباح 60 درهم على بركة الله. إذن 12% ريال 60 درهم ضرب الكوكينغ. كوكينغ انا علاش كنفازي على هاد السميه هادي جيرمان كوكينغ 12% ريال 60 درهم 12% ريال 60 درهم. بالنسبه للبانيني 180 درهم 180 درهم 3600 وفيه ديال الجرانيت 3800 ريال 190 درهم 190 درهم 190 درهم. يلا الاخوان اللي استفد معنا اليوم يحط لنا في كومونتير واش خدا عندنا اللي استفد في العروض اليوم يقول لنا في لي كومونتير واللي خدا شي حاجه جربها يحط لنا في كومونتير. مرحبا بالجميع ام بلال دائما 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 جوائز قيمه في انتظاركم مرحبا بالجميع. اذا كيف كتلاحظوا بيست مارك 190 درهم 3800 ريال جرانيت. اما بالنسبه للعادي اللي ماشي جرانيت الكبير 180 درهم 180 درهم 180 درهم. اللي خدا عندنا شي حاجه اليوم الاخوان يحط لنا في كومونتير كذلك هذا 180 درهم العادي و190 درهم ديال الجرانيت. زيد 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 زيد, زيد. انا عاوتاني نوريكم هذا الموديل هذا واه شي حاجه طوب شي حاجه بصح وجناها لكم غدا ان شاء الله. انا زواقه نسيك زواقه موديل نسيك موديل 6 ديال لي كوب و6 ديال لي زاسيد ديالو في جميع الاشكال في جميع الشكيلات 70 درهم 14% 70 درهم 14% ريال 70 درهم. شكل اخر واعر كريستال وكذلك نفس الشيء فوالا 70 درهم 70 درهم 14% ريال 70 درهم 14% ريال كذلك نفس الشيء 70 درهم 14% و اوليزاسيد ديالو لي كوب اوليزاسيد ديالهم 70 درهم كذلك شكل اخر و اوليزاسيد ديالو 70 درهم 14% 70 درهم 14% ريال 14% ريال 70 درهم. زيد ازول فلاك ماكينه ديال الحبوب ديال 500 غرام كاينه كذلك هذا 4 4 ب 60 درهم 4 ب 60 درهم 4 من هادو ب 60 درهم 4 ب 60 درهم 4 ب 60 درهم 4 الطباس الكبار ديال المرقه ب 60 درهم 4 ب 60 درهم. لكن الصول سيستمر الى صلاه الجمعه فقط ان شاء الله بحول الله فغادي نبداو عروض ديالنا اخرى ان شاء الله بحول الله. كذلك بالنسبه للنشافه نشافه الخضراء نشافه الخضراء 40 درهم 40 درهم 800 ريال 40 درهم 800 ريال 800 ريال 40 درهم. نشافه الخضراء 40 درهم نشافه الخضراء 40 درهم ديال لاماكوم نشافه ديال الخضراء 40 درهم ديال لاماكوم 40 درهم. كذلك بالنسبه لامبيريا ايطاليا 140 درهم 140 درهم 140 درهم 2800 140 درهم. كذلك بالنسبه للسخان الماء السخان الماء غادي ندوزو لكم ان شاء الله. هذا عاوتاني مرحبا 140 درهم 140 درهم 140 درهم. كذلك كاع الاشكال اللي كتشوفهم في البخره 50 درهم البخره كلها 50 درهم البخره كامله ديال الالكتريك 50 درهم 50 درهم. يلا الاخوه الكل شي بارطاجي السخان الماء لوكسوس اوريجينال سخان الماء لوكسوس اوريجينال 80 درهم 16% 80 درهم 16% ريال 80 درهم. كذلك هذا الكوب هذا 80 درهم 16% هذا 60 درهم اللي ما عندوش رجل 60 درهم. كذلك جميع انواع ديال الكاس 1200 ريال 60 درهم جميع الانواع الموديلات ديال الكاس ديال اتاي 60 درهم جميع الموديلات. كذلك بالنسبه للعصاره ديال لاماكوم ديال الليمون 100 درهم 100 درهم 100 درهم لاماكوم 100 درهم نمره 36 90 درهم نمره 36 90 درهم نمره البراد نمره 36 90 درهم. بالنسبه للنمره 60 نمره 60 120 درهم. كوكوط رحاب 7 يطرو كوكوط رحاب شوف 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 معايا مزيان 7 يطرو 260 درهم 7 يطرو 260 درهم 330 درهم بانيني شويه كبير 330 درهم 330 درهم 330 درهم بخره كلها جميع الموديلات جميع الشكلات 50 درهم 1000 ريال 50 درهم. انا عاوتاني 130 درهم ترموس الجرانيت 130 درهم ترموس الجرانيت كله 130 درهم ترموس ديال الجرانيت جميع الاشكال 130 درهم 130 درهم ترموس الانوكس كذلك ديال الزوج 140 درهم ترموس الانوكس جيرماني 140 درهم بجوج بهم ديال لاماكوم 130 درهم 130 درهم 130 درهم ديال لاماكوم فيه كحل البيض 130 درهم
كذلك الشكل الراقي والرائع والجميل 130 درهم 130 درهم جوج 130 درهم جوج 130 درهم جوج 130 درهم هذا الشكل هذا 80 درهم جوج بهم 80 درهم جوج ب 80 درهم كذلك هذا الشكل 130 ها شكيلات اخرين موديلات اخرين 80 درهم 1600 ريال بجوج هذه الهمزه غدا فقط جوج ب 80 درهم جوج ب 80 درهم اللي هو هذا اللي كتشوفوا كتلاحظوا هنا جوج ب 80 درهم جوج ترموسات ب 80 درهم جوج ترموسات ب 80 درهم وغود كاليتي كيف كتلاحظوا معنا غود كاليتي شي حاجه توب 80 درهم جوج ترموسات جوج ترموسات 80 درهم وفيها لوينات وشكيلات وموديلات 80 درهم 1600 ريال يلا الاخوان كلشي بارطاجي معنا هذا البث هذا كذلك هذه 120 درهم بيست مارك 120 درهم 120 درهم نوري لكم حلوله 120 درهم هي هذه 120 درهم 120 درهم هذه 120 درهم كاينه في الابيض وكاينه في الكحل كاينه في هذا الشكل هذا في هذا اللون هذا وفي لون اخر حلوا السلعه الدراري حلوا السلعه انا 120 درهم بالنسبه لهذه 110 درهم 110 درهم بالنسبه للبلاندر 248 بلاندر 248 100 درهم 100 درهم بالنسبه ل 1831 هذا الموديل هذا 130 درهم 130 درهم اللي فيه البطونات بالنسبه لهذه اي او اي 46 اللي فيها ديال لاكلاص 140 درهم 140 درهم كاس عصير وكاس عطريه كاس عصير وكاس عطريه 140 درهم هذه 140 درهم هذه 130 درهم يلا الاخوان على بركه الله ينطلق العدر كلشي بغينا يحضر معنا كذلك باش يستافد كلشي يعني في الخطط ديالنا في غدا بحول الله تعالى وقوته الزيد غادي نجيو الفيرزات شي والجولد شي ثاني مره اخرى 100 درهم جوج 100 هذا وهذا 100 درهم اللي فيه جوج اللوينات انا 100 درهم جوج 100 درهم جوج 100 درهم جوج 100 درهم 130 درهم 130 درهم 130 درهم 130 اللي عجبته شي حاجه الاخوان سكرينيا اللي عجبته شي حاجه يحط سكرين 130 درهم زيد هذه 120 درهم 2400 ريال اللي فيها جوج ديال اللوينات في الابيض وفي الكحل 120 درهم 2400 اللي عجبته شي حاجه سكرينيها وكل شيء بارطاجي ويعطينا الراي ديالو الاخوان الاخوات هذا 130 درهم شوف لوكسوس اوريجينال لوكسوس اوريجينال انزكان سوق 3 اللي كيسول على العنوان انزكان سوق 3 180 درهم 3600 ريال 180 درهم كلشي طاقي صحابو وبارطاجي باش تكون انت من المستفيدين كيستافدوا معنا الناس في الجوائز اليوم بارطاجي وطاقي صحابك بارطاجي وطاقي صحابك لي بونبونيير الكريستال كلهم الكبار ديال كيلو ونص جوج كيلو 50 درهم 50 درهم هذه 50 درهم 50 درهم ديال الكريستال 50 درهم 50 درهم بالنسبه لهذا البرد هذا بادي من 110 درهم 110 120 130 110 120 130 ديال جوجيترو 130 درهم ديال جوجيترو 130 درهم يلا الاخوان كلشي 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 بارطاجي كلشي 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 ارانا هادي هادوا انا 10 ب 1200 10 ب 1200 ريال 10 ب 60 درهم 10 ب 1200 ريال 10 من هادو ب 1200 ريال زواقات نستيك زواقه موديل نستيك موديل 10 ب 1200 ريال 10 ب 1200 ريال 10 ب 1200 ريال الكاس ذاتي كله جميع اشكال جميع الموديلات 60 درهم 1200 ريال بالنسبه لهذه درويال هذه درويال 5000 ريال 5000 ريال 250 درهم سوبر رويال بالنسبه لهذه 180 درهم 180 درهم 3600 ريال 180 درهم 180 درهم 180 درهم لاحظ معايا مزيان 180 درهم رويال 180 درهم رويال السوبر كلها 180 درهم 180 درهم بالنسبه للكاس المناضل الكبير ديال الكريستال 40 درهم 40 درهم 40 درهم الكبير ماشي الصغير 40 درهم 800 ريال وفيه موديلات مخلطين شكيلات مخلطين زواقات نسيك زواقه موديل نسيك موديل 40 درهم 800 ريال 40 درهم غدا هذا راه كنا درنا له 60 درهم لكن غدا غادي نحاولوا نزيدوا في السوق ديالو 40 درهم 800 ريال كذلك بالنسبه لكاس موديل اخر مزوق ومحفر ديال دوزيام اي 8 دكان ديال دوزيام 700 ريال 14% باكيه فيها 12 70 درهم باكيه فيها 12 قد 70 درهم باكيه فيها 12
الا 35 درهم عفوا 35 درهم باش تعرفونا 35 درهم الباكيه 35 درهم 700 ريال باش تعرفونا حنا مستعدين لكم غدا انا تخفيضات مهمه في انتظاركم تخفيضات مهمه في انتظار الجميع تخفيضات ستشمل جميع الاولين المنزليه لكن غدا فريد من نوعه غدا ان شاء الله عاوتاني تخفيضات ستصل الى 50% في جميع الاولين المنزليه فبغينا كلشي يستافد معنا ما بغيناش تستافد فئه او فئه ما تستافدش اذا مرحبا تبارك الله شكون اللي استافد معنا الاخوه اليوم شكون اللي استافد معنا وشكون اللي خدا يعني سلعه باقل ثمن اليوم وشكون اللي عجبوه التخفيضات ديالنا يبان معنا هنا تبارك الله السي حسن ما شاء الله الطوب ام بلال مرحبا شكرا لجادو الاخوان والبارطاج كلشي بارطاجي معنا على بركه الله كلشي 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 ما نتحرك من هنا تنشوف شكون اللي كان عندنا اليوم وشنو خدا وكي جات السلعه ديالنا انا عاوتاني واحد المول المول الزاج المول البديع جوج ب 50 درهم جوج من هذا المول هذا ب 50 درهم جوج جوج ب 50 درهم وشي حاجه رويال ونتحداك انك تاخذه في شي محل الا ما خديتيش في هذا المحل جوج ب 60 درهم عفوا جوج ب 50 درهم جوج ب 50 درهم بديع جوج ب 50 درهم جوج من هذا ب 50 درهم يلا الاخوان ديما طوب الله يعطيك الصحه خويا حسن تحياتي لك السي حسن تبارك الله ما شاء الله اللي خدا عندنا شي حاجه الاخوان يقولها لنا اليوم اللي استفد من العروض ديال اليوم يعطينا الراي ديالو اللي استفد معنا في العروض اليوم يعطينا الراي ديالو اللي استفد معنا في العروض اليوم اعطينا الراي ديالو الراي والراي الاخر الراي والراي الاخر على بركه الله انا عاوتاني رافي رافي يا رافي رافي 3 ب 60 درهم هذا 3 ب 60 درهم 3 ب 60 درهم 3 ب 60 درهم انا شكل اخر الكبير هذا راه ماشي الصغير 3 ب 60 درهم 3 ب 60 درهم 3 ب 60 درهم هذا لابول هذا 4 ب 60 درهم 4 ب 60 درهم هادو 4 ب 60 درهم هذا الرافي هذا 3 ب 60 درهم 3 ب 60 درهم 3 ب 60 درهم هذا الشكل هذا القياس يعني المتوسط شوف عاوتاني 4 ب 60 درهم 4 ب 60 درهم 4 ب 60 درهم انا الكبير كاع جوج ب 50 درهم جوج ب 50 درهم جوج ب 50 درهم زيد هو زيد 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 جوج ب 1000 ريال عطينا عاوتاني عشاق رويال عشاق رويال شوف شوف لاحظ معايا مزيان جوج ب 60 درهم جوج من هذا ب 60 درهم جوج من هذا ب 60 درهم جوج من هذا ب 60 درهم انا تقديت عندك اليوم السلعه زوينه الطوب نور الريحانه جوج ب 60 درهم انا عاوتاني مازال في الموديلات اخرين انا عاوتاني انا هذا كنا درنا له 60 درهم لكن غدا غادي نديروا له 40 درهم اكبر حجم 40 درهم 40 درهم اللهم بارك وزيد في ذلك 40 درهم رويال 40 درهم حيد هذا حيد المتوسط ديال الكبير هذا 40 درهم الكبير هذا الكبير هذا الحجم الكبير 40 درهم جوج ب 50 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 درهم هاد الشكيلات هاد الشكيلات راه كاع شكل 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 في هذا باش كلشي يشوفوا الموديلات اللي عندنا فيه الموديلات اللي عندنا فيه زيد 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 انا جميع الموديلات في هادو اللي كتلاحظوهم قدامكم جميع الموديلات جميع الشكيلات انت جميع الشكيلات 10 ب 60 درهم 10 من هادو ب 60 درهم 10 ديال هادو ب 60 درهم 10 ب 1200 درهم بالنسبه للبراد هاد الشكل هذا 80 درهم 80 درهم يلا الاخوان كلشي بارطاجي معنا 80 درهم 80 درهم توب الهاشوار شحال يلا الاخوان كلشي بغيتو يبارطاجي كلشي آه ناري 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 هذا راه كبير بزاف هذا شوف هذا راه النمره 38 في الديامتر النمره 38 في الديامتر النمره 38 اكبر حجم النمره 38 النمره 38 هذا 50 درهم 1000 ريال 50 درهم وهز وقع اخرى 50 درهم اللي باغي يدير لاكام غدا راه كاينه هميزه فيما يتعلق باواني البورسلان دائما طوب 50 درهم ارد هذا بلاصتو انا نعطيكم الموديلات ديالو حط 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 شوفوا الناس حط زيد هنا 70 درهم هذا الخير كله اللي كتشوفوا الكبار 100 درهم الكبار 100 درهم والصغار 50 درهم 50 درهم والكبيره 100 درهم الكبيره هذه 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 100 درهم
100 درهم، هذه 100 درهم 100 درهم، والصغيره ديالها 50 درهم 50 درهم 50 درهم. الباك كله ب 4000 ريال، الباك ب 4000 ريال. يلا الاخوان كلشي بارطاجي داكشي زوين، كاين توصيل تيزي بشحال. غدا 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 عاوتاني روينه في الكوزينه، عاوتاني غدا الهاوته ديال بصح، عاوتاني غدا الحاضر يعلم الغيب، عاوتاني غدا ما كاين غير عمر كوزين ديك داكشي زوين. ما شاء الله الهاشوار شحال مقرش، المقرش اش ماركه؟ جوج ونص، ثلاثه، اربعه، خمسه، سبعه، تسعود. اش ماركه؟ الجرانيت العديد، الالومنيوم، الانوكس، ستانلي ستيل، ديس ديزويت. اش ماركه؟ مرحبا. كاينه الشوايه، ارى الشوايه ديال الضوء، الشوايه ديال الضوء زين، عطينا الشوايه ديال الضوء. طلق طلق راسك. اللي كيسولنا على الهاشوار بادي عندنا من 120 درهم، لكن الطوب ديال الهاشوار اللي عندنا غدا هو هذا، فيه 3 يترو، فيه 2000 واط، فيه ضراب على 12 موس، على سباتول، وكاس الزاج، زائد كاس الانوكس، 180 درهم، 3600 ريال، 3600 ريال، 3600 ريال، 3600 ريال. الاخوان واش لي جادور ما كاينينش؟ لي جي ما كاينينش. يلا الاخوان كلشي يدير جادور. شحال البراد؟ اش ماركه؟ عافاك، اصغر حجم في بانيني شويه، الثمن ديالو 330 درهم. فين ساكن؟ في عندنا المحل؟ لا لا، في انزكان سوق 3، ما كان غير طحن مره واحده. قال لك هذا عندنا طريق، قال لك اسيدي ما كان غير طحن مره واحده ولا في الزبد. اولا غنقول لك حاشاك، ثانيا غنقول لك سول عليه في محلات اخرين، لكن ربما كيكون عزيز عليك انت هذاك اللي كيقول لك والله حتى زوين، والله الا ديال هنا وديال اللي هي، والله الا 7600، هذوما اللي كيكون عزيز عليك. وراه خداو عندنا الناس للهاشوار، خداو عندنا الناس لهاشوار، راه فيا اللي تجاهل الكومونتير ديالك وعادي ما نجاوبكش، لكن والله تا غادي نجاوبك مزيان ونخلي الناس يجاوبوك تا هما. انا غنجاوبك وغنخلي الناس تا هما يجاوبوك، غادي نجاوبك انا وغنخلي الناس يجاوبوك باش غيجاوبوك. الناس اللي خداوه، ما انت راه غير كتسمع وكتشوف. الناس اللي خدا عندنا الهاشوار وجربوها الاخوان، سواء خدا عندنا اليوم ولا خدا عندنا من شحال هادي، يجاوبنا عليه. اللي خدا عندنا الهاشوار يحط لنا واحد كومونتير صغير، ونبينا عليه السلام غادي نجاوبوا هذا الطريق الحنيتي. لا لا ها الشويه، هي وجدنا لكم الشويه، ها الشويه كاين ديال الانوكس واجده، لكن بغيت كلشي يجاوب هاد اخونا هذا، كلشي بغيتو يجاوبوا الى الامام. اللهم كثر حسادنا، لا خلينا من المجامله، ما تجاملنيش وما نجاملكش، لكن حاول انك تعطينا التعليق ديالك يكون يعني واقعي، ما تجاملني ما نجاملك. اللهم درس لنا البلاطوات كبار. اش ماركه؟ ما كان هذا العصير السي حسن الثمن، وقل لي الطحانه هذه العطريه شحال؟ الباني 3600، شحال المولينيكس؟ 100 درهم و180 على حسب لي مارك. ما شاء الله كلشي زين. اللي خدا عندنا الهاشوار، اسمع السي فاتي، فاتي اوري، قالت لك انا خديت الهاشوار عامين ومازال خدام، خديته عند عند الوالده ديالي شي عام، دابا طب صراحه الله في الله املي. الوحش الالماني السي حسن كاين حاجه زوينه ديجا خديت عندك تبارك الله، اربعه ولا هلا والله الا الطوب. يلا جاوب هاد الناس، ما كان غير طحن مره واحده ورمي في الزبل. جاوب هاد الناس هادو، جاوبهم كيف جاوبتيني جاوبهم، تكون عندك الجرأه وجاوبهم. كرام منى، انا خديتو اربعه هادي وباقي خدام مزيان صراحه زوين، شريت عندك ياتي بانيني واعره. انا غادي عندك الهاشوار ما لقيت يعني ديال الكيك، داك الشيء ناضي كناضي، الله يعطيك الصحه. لا لا خلي لا كل شيء الى عندك انت الشرف ومتاكد من هذا الكلام اللي كتقول، كنتحداك انك تجاوب هاد الناس كاملين اللي كيجاوبوا. انا خديت اليوم هاشوار ديال 180 درهم، جربته زوين طوب، هادي الشرا اليوم ام احلام، خديتو عندك الهاشوار خدام مزيان الله يسخر. راه ماشي هادو كنقولوا لهم راه غنديروا لايف، لا سولناكم جاوبونا ولا كنخلصوهم ولا كنهم، راه كل واحد كيهز على تقليده. كاينه جميله جراند، كاينه خديت لها شوار عام هادي باقي خدام صراحه، خدينا لها شوار هادي عام روعه، جزاك الله. بانيني حسن شحال داير؟ 180 درهم. ثمن الوحش الالماني ديال جوج كيسان 3500 واط،
6000 ريال. السلام عليكم حاجتك زوينه ما شاء الله، حتى انا خديت عندك الله يسر لك شويه. شحال دابا غادي ندوز صراحه احسن؟ ديت عندك الهشوار ولا نضرب ليا حتى 6 شهور دار تحرق؟ ممكن ممكن، راه خديت الوحش الالماني الطوب حتى العجانه غزاله. الغيره كاينه السي حسن، الغيره مالو هو امراه هضر سميتو طارق. واش السي طارق واش الغيره ترجل فيهم الغيره؟ انا كان على بالي غير العيالات، ولكن ربما كاينين اشبه النساء. بوحميد احمد تحيه لك وتحيه لبوتفرنوت وتحيه للناس الغيورين على منطقتهم، تبارك الله عليهم على تدوينتهم وعلى متابعتهم دائما سواء في صفحتنا هاته وفي صفحاتهم اخرى، تبارك الله عليهم. احييك بالمناسبه، نتمنى نرجع عندكم. خديتو الوالده خدامها عام هادي ثمن بانين شويه 6600 صراحه بلا مجامله. خديت عندك من عندك واحد الطراب انت الحبيب اكادير، هذا غير طراب وخداه ب 60 درهم وعامين هادي ما كان غير طحن وزاد تطحن، فما بالك السي طارق المغيار. سير عند طيابه الحمام الا انت عايد بحالك وفيك الغيره. انا كنتمنى وكنفضل انك تمشي تخدم مع الطيابات في الحمام. شريت وشي ها شوار قرا قال رانيت والله ما عرفتش خويا، ورينا لي مول عافيك. كل شيء كاين الاخوان دون استثناء، كل شيء كاين احسن محل في سوس سخره الله تبارك الله عليك. محمد الفيلالي كاين الوحش الالماني 200 درهم ما بقاش، كاين ديال جوج كيسان و 3500 واط. وشحال فرن ايتيمات 60 930 درهم. انا والله الا خديت عندك بزاف ديال الطحانات والعجانات كل شيء طوب. غاكمل السي حسن اللايف ديالك غتلقاها طارق يكون غير. لا ما عندنا بغرض، ما عندنا بغرض، حنا الحمد لله بوجي هنا كنعطيو الطوب ديال السلعه، واللي كتاخذها في محلات كاملين، واللي كيقول لك لا راه نفس الثمن انا كنتحداك، واللي كيقول لك راه خديتها في المحل الاخر عند فلان او فلان راه كتاخذ سلعتنا. ان حنا كنديروا الجمله وكنديروا الكرو ومعروفين به سنوات قبل هذا اللايف هذا، وكنتحداك انك تاخذ السلعه في شي محل اخر ما خديتيش سلعتنا. كن على يقين واتحمل مسؤوليتي فيما اقول. اللهم يسر. زيد فين بديت تقول لي خديتي؟ انا كنتعجب وكنستغرب لبعض الناس اللي كتلقاه في شي كومونتير قال لك اخويا خديته في سوق الحد كذا من كذا. ردت الميكانس راه سلعتنا، هذيك السلعه اللي حاطين حنا هنايا هي اللي كتاخذ في بلايص اخرين. شنو هو الفرق؟ الفرق حنا كان اللي كيدي وكنديروا الصول كنقصوا فيها واحد نص ثمن باش تاخذيها انت وتاخذها انت على بركة الثمن الشوية. دركان كانت كوبلي عندك حسن مرحبا. كوكوت 520 درهم، بانيني زوينه 180 درهم. يلا السي طارق عفا الله عما سلف على بركة الله، ولكن راه نسيتونا في بانيني شوية اللي كيسول على شوية اللي كيسول على شوية 190 درهم 190 درهم 190 درهم إلوكس 190 درهم 190 درهم 190 درهم 2000 واط 2000 واط 190 درهم. غدا جاي عندك ناخذ لها شوار بلا مجامله قديد الكوزينه من عندك اللهم يسر. شي دعوه الاخوان، شي دعوه شي دعوه اللي قضى غرضه من عندنا وخذا باقل ثمن عجباتو السلعه ديالنا وتخفيضات ديالنا وعروض ديالنا تقليد عليه كما غيدعي معنا حنا راه والله تنطحروا معاهم. تبارك الله عليك حسين الله يبعد عليك الحساد. ثمن الشوايه 190 درهم، ثمن الشوايه فران ايتيمات 60 العمر 930 درهم. العجانه اللي خداها احطنا كومونتير 11000 ريال، اللي خدا العجانه خداها عندنا سواء في البروموسيون ديال اليوم او لا البروموسيون ديال اللي قبل شحال هادي ب 550 درهم 5 كيلو يحطنا كومونتير. مرحبا دوزو ممتاز سي حسن إحيحي. محمد إيموري قهوة من الزبناء ديالنا الوفيين اللي كيتيقوا فينا وكيتيقوا في العروض ديالنا، الفنان محمد إيموريك. محمد إيموريك ومن لا يعرفه في الساحة الفنية الأمازيغية، ورغم ذلك أنه أتت المطبخ ديالو عندنا بأقل ثمن
وله يعني الشكر على الثقه ديالو. كذلك دائما كنشكرنا على العروض ديالنا والتخفيضات ديالنا. الله اللي غادي يجازيك صراحه في هذه نفستيها على الدراوش. الله يسر لك في هذه الليله المباركه. الله يسر، الله يسهل عليك وتزيد لقدام. ورينا لي مولا خويا دابا لاشوار اينوكس شحال عندنا. لاشوار فيه زاج وفيه الاينوكس، زاج وفيه الاينوكس 180 درهم، 3600 ريال، وفيه شكل اخر ب 120 درهم. ممتاز سي حسن، الله يحفظك اتنان. ما غابرين والو، ربما انت اللي غبرتي، ما حنا ديما في الميدان. يلا الاخوان زيد 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 بصحتك. عندنا 300 درهم طحانه، 300 درهم خاصك دير تلفازات والله تنديروهم بالدعم ديالكم، بالتفاعل ديالكم، بالثقه ديالكم فينا. مرحبا بالصغير، مرحبا بالكبير، الغني والفقير كلشي غياخذ باقل تكلفه على بركه الله. ورينا فرار الله يخليك. كلشي راه حاطين لي فوتو، حاطين لي فوتو في الباج ديالنا، كلشي يدخل ويشوف لي فوتو اللي غادي نزيد نحطو واحد شويه استعدادا لعروض والهوته ديال الغدا والهمزه ديال الغدا. لكن بغيتي تستافد معنا 9 الصباح حتى لصلاه الجمعه ان شاء الله، كلشي غادي يستافد صغير كبير. 9 نتلاقاو هنا روينا ثاني في الكوزينه، كما عندنا كادوات اخرين مع الصباح هادو غيتعطاو للزبناء الاوائل. بزاف 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 بزاف، كاين بزاف ديال لي كادو اللي وجدناهم غدا ان شاء الله للزبناء الاولين على بركه الله. اذا ماني المحظوظ، المشكل هو اللي كنجاوبو في اللايف ما كيجي فين نوصلو ما كنلقاو. حنا علاش كنقولو ام فرح؟ فوالا مزيان، هذا الكومنتير عجبني، شكرا لك على التعليق ديالك. ام فرح راه ملي كنديرو لايف وكنقولو راه ها السلعه اللي غادي نحطو وها السلعه اللي غنحطو وها الهمزه اللي غتكون وها الهوته اللي غتكون، راه غتبدا من 9 حتى لصاله الجمعه ان شاء الله، ياك؟ حنا راه حددنا لك انك الى عندك شي وقيت جي مرحبا بك باش تلقايها. علاش كنعطيو التحديد؟ لان الكميه كتكون يا اما كتكون وفيه، الا وفيه راه كنكملوا بها النهار، كانت قليله كميه محدوده فكنقول لكم راه من 9 لقدا وقدا. اذا على بركه الله الماكينات الشباكيه، الماكينات الشباكيه 2800 ريال امبيريا. هذا غورتو داسي حسن ضروري، لا ضروري من الزبناء الاوائل ان شاء الله مع الصباح اكيد غادي يفوزوا معنا. واللي بارطاجا اللي عنده اكبر عدد ممكن للبارطاج والله يعطانا لي جادوغ وطاقي اصحابه، طاقي صحابك، طاقي 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 على بركه الله. عفاك الوحش الالماني 300 درهم جوج كيسان، 300 درهم جوج كيسان و 3500 واط. لان كنلقى بعض الناس حطيت هذاك دار 3500 واط، كنلقى بعض الناس كيقول لي اه ما بقاش 200 درهم، وراه ما كيفرقش باللي راه فيه 3500 واط يعني مجهد، وما كيشوفش باللي راه عنده جوج كيسان، ما كيشوفش هو داك الشيء، كيشوف غير الوحش الالماني. تقدينا عندك اخويا السلعه زوينه، الله يرحم الوالدين. شوف هشام الجراري، شوف هذا دابا راه ماشي بززنا عليه ولا زيرناه ولا قلنا ليه بز منك تقول هاد الهضره هادي، قال لك تقدينا عندك السلعه، الله يرحم ليك الوالدين. فهذا هو الربح اللي كنتظروه منكم، حنا ما كنتظروا منكم والو من غير دعواتكم والدعم ديالكم والتفاعل ديالكم. ام امين مولينكس ديال الزاج 3600 ريال، ها هي مولينكس الزاج 3600، شتيها 3600 ريال 180 درهم. لكن غادي نزيدكم واحد الهميزه، غادي نزيدكم واحد الهميزه واعره، غادي نزيدكم واحد الهميزه واعره. البراد فاس في جميع القياسات، البراد الفضه في جميع القياسات 2800 ريال. البراد ديال الفضه في جميع الاشكال الكبير الحجم الكبير 2800 ريال، 140 درهم 2800 ريال. البراد الفضه ديال فاس ديال اللي كيخدموا به التريتورات 140 درهم الحجم الكبير في جميع لي مارك 2800 ريال، في حين ان سعره الحقيقي يتجاوز 320 درهم 6400 ريال. لكن غدا بغينا هذا الارتيكل هذا يدخل بزاف ديال البيوت اللي مازال ما عندهمش هذا الارتيكل هذا، بغيناه ياخذوه ب 140 درهم، الثمن ديالو 6400 ريال. لكن غادي نسولديوه غدا ان شاء الله، غادي نسولديوه غدا ان شاء الله ب 2800 ريال البراد ديال الفضه جميع القياسات جميع الموديلات الزواقه اللي بغيتي الشكل اللي بغيتي 140 درهم 2800 ريال.
الهاشوار 180 درهم. الله يحفظكم. انزقان مدينه انزقان، انزقان سوق 3 مدخل رقم 4 وسيمه وسيمه. شكرا. ثمن طحانه ديال العطريه اش ماركه تاويست لخصاص. مرحبا. الريشو ديال الضو 100 درهم. طحانه ديال العطريه على حساب لي غرام. عيش يا درويش، ما كان غير عيش يا درويش. يلا كلشي 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 الاخوان. زيد 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 زيد. ما بغيتش نطول عليكم وما بغيتش نعطل الدراري. غدا ان شاء الله لقاؤنا يتجدد على الساعه 9 والنصف صباحا. الزبناء الاوائل هدايا قيمه وجناها لكم ان شاء الله غدا مع الصباح. غدا اللي عنده اكبر عدد ممكن للبارطاج، والزبناء الاولين ان شاء الله غادي يستافدوا معنا في سلع اخرى وسلع جديده وكذلك جوائز اخرى. غير يكون عندك من ضمن المسابقه ديال او من ضمن الشروط ديال هذه المسابقه هذه انك تبارطاجي اكبر عدد ممكن للبارطاج وطاقي اصحابك. اعطينا القلوبه 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 عاوتاني رهوته غدا همزه غدا همزه همزه غدا ان شاء الله بحول الله. فلما لا انه يستافدوا معنا الناس الدراويش واللي يقتل مع ذاك المواطن الفقير الدرويش. حنا اللي عنده اللي عنده الفلوس او اللي كيتعنى بهم سير لي كرون سونفاس. حنا ما عندنا ما نديرو بك، جي عندنا الناس الدراوش. الناس الدراوش مرحبا بكم. غدا راه هاوته البراد الفاسيخ ديناه ب 280 درهم، حجم كبير من فاس. فوالا بن علي بن علي دخل بوحدو راسو اشنو بغى يقول. قال لك البراد هاد البراد اللي قلت لكم راه غادي نديرو ليها 2800 غدا. السيد قال لك خداه من فاس من فاس من فاس، خدام بلاصتو ب 280 درهم 5600 ريال باش خداه في فاس. حنا لا تاخذوا عندنا 140 درهم غدا ان شاء الله. حنا في مدينه انزقان سوق الثلاثاء مدخل رقم 4 جناح 6. سوق الثلاثاء انزقان سوق الثلاثاء مدخل رقم 4 جناح 6. يلا زيد على بركه الله. اذا تحيه لكم تحيه للجميع تبارك الله عليكم. شكرا ما نطولش عليكم. طليله زوينه وخفيفه فيها بزاف فيها بزاف فيها بزاف. غدا ان شاء الله مرحبا بكم معنا. غدا ان شاء الله يستافد الغني والفقير. غدا ان شاء الله كبير والصغير كلشي غياخذ كلشي دون استثناء، ما كان استثناء شي واحد. جي يقضي غرض في كل لحظه وحين في كل وقت في كل زمن ومكان. مرحبا بك معنا تبارك الله عليكم. الى هنا ينتهي بثنا ولنا لقاء جديد على الساعه 9 صباحا مباشرة في متجرنا المتواضع، متجر الفقراء بامتياز، متجر الغني والفقير. جي عندنا مرحبا بك، فغادي تعمر كوزينك بأقل تكلفة إن شاء الله مع الصباح. بارك الله عليكم، شكرا.